بلادي يا بعد عمري بلادي يا موطن عزتي وفخري إماراتي وفديت اسمك وسام انحط على صدري صورنا تصوير بصالون ديفا بشارع الرقة وهلا نحن هون موجودين بالضيافة ومثل ما شفتوا التصوير ومثل ما شفتوا الصالون ما شاء الله يعني كامل من كل شيء مجهز من كل شيء وان شاء الله هلا قريبا رح نفتح فرع جديد بالبزنس باي يعني قريب بين الداون تاون وبين برج خليفة وبحب وجه تحية للكل للستاف لأكيب العمل ويعني ان شاء الله بتشوفوا كل شيء.